أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ثم أما بعد، درسنا اليوم في كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي رضي الله تعالى عنه، وما زلنا في كتاب الحلال والحرام من ربع العادات. وقد وقفنا عند قول الشيخ في نهاية حديثه عن أنواع الورع، بعد حديثه عن ورع الصالحين وورع المتقين وورع الصديقين، قال: والتحقيق فيه أن الورع له أول، وهو الامتناع عما حرمته الفتوى، وهو ورع العدول، وله غاية. ورع العدول يعني أنه الورع الواجب، يعني ما دام الإنسان أفتي بأن هذا حرام يجب عليه أن يتركه، يعني هذا ورع واجب. ما دام الفتوى حرمت المسألة فلا يجوز يعني الخوض فيها أو ارتكابها. وله غاية، وهو ورع الصديقين، يعني هو يتدرج في مراتب الورع، من ورع العدول إلى ورع المتقين إلى ورع الصالحين إلى ورع الصديقين. ده المراد من ايه؟ التدرج في باب الورع. وذلك هو الامتناع من كل ما ليس لله مما أخذ بشهوة أو توصل إليه بمكروه أو اتصل بسببه مكروه، وبينهما درجات في الاحتياط. فكلما كان العبد أشد تشديدا على نفسه كان أخف ظهرا يوم القيامة، وأسرع جوازا على الصراط، وأبعد عن أن تترجح كفة سيئاته على كفة حسناته. يعني إذا الإنسان تورع عن الحرام، تورع عن الشبهات، تورع عن المكروهات، ثم تورع عن بعض المباحات، ثم تورع عن كل ما سوى الله تعالى، وهو ورع الصديقين والنبيين. فكلما كان العبد أشد في الورع ومشددا على نفسه كان أخف ظهرا يوم القيامة، يعني خفت سيئاته، وكان أسرع جوازا على الصراط، وأبعد عن أن تترجح سيئاته على كفة حسناته. قال: وتتفاوت المنازل في الآخرة بحسب تفاوت هذه الدرجات في الورع، كما قال الله: هم درجات عند الله. كما تتفاوت دركات النار في حق الظلمة بحسب تفاوت درجات الحرام في الخبث. يعني الجنة درجات والنار دركات، فعلى حسب الورع تكون الدرجة، وعلى حسب المعصية والخبث فيها يكون النزول إلى أسفل النار والعياذ بالله.
وإذا علمت حقيقة الأمر فإليك الخيار، فإن شئت فاستكثر من الاحتياط، وإن شئت فرخص فلنفسك تحتاط، وعلى نفسك تترخص. يعني إن احتطت فلها، وإن ترخصت فعليها. ولذلك بعد كده بدأ الشيخ يتكلم عن الباب الثاني في مراتب الشبهات، بعد ما تكلم عن مراتب الحلال ومراتب الحرام، بدأ يتكلم في مراتب الشبهات ومثاراتها وتمييزها عن الحلال والحرام. طبعا في الأصل في هذا في حديث الباب، وحديث النعمان بن بشير رضي الله عنه كما في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. قال: فهذا الحديث نص في إثبات الأقسام الثلاثة، الحلال والحرام والشبهات. والمشكل منها المتوسط الذي لا يعرفه كثير من الناس. المشكل منها هو المشتبه، اللي هو كما قال لا يعلمهن كثير من الناس، اللي هو إيه؟ بين الحلال والحرام، وهو الشبهة. قال: فلا بد من بيانها وكشف الغطاء عنها، فإن ما لا يعرفه الكثير فقد يعرفه القليل. وما دام النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يعلمهن كثير من الناس، يبقى القليل من يعلمهن هم خواص الناس الذين يعرفون الشبهة ويجتنبونها. قال: فنقول الحلال المطلق. وطبعا الشيخ بيعرف الحلال المطلق، يقول: هو الذي خلا عن ذاته الصفات الموجبة للتحريم، يعني الشيء الذي لا صفة للتحريم فيه، يعني ما تقدرش تقول فيه شبهة أو فيه حرمة. قال: وانحل عن أسبابه ما تطرق إليه تحريم أو كراهة، يعني ما فيش أي سبب يقول لك مثلا إن هذا فيه حرمة أو فيه شبهة أو فيه كراهة. قال: ومثاله، مثال الحلال المطلق، الماء الذي يأخذه الإنسان من المطر. الماء الذي يأخذه الإنسان من المطر قبل أن يقع على ملك أحد، ويكون هو واقفا عند جمعه، وأخذه من الهواء في ملك نفسه أو في أرض مباحة. يعني واحد مثلا وضع إناء وجمع فيه ماء مطر، فماء المطر هذا حلال صرف، يعني ما نقدرش نثبت فيه أي شبهة من حرمة أو كراهة. أو وقع في أرضه، يعني أرض الشخص نفسه، في أرض مباحة، فده الحلال المطلق الذي لا شبهة فيه. قال: والحرام المطلق أو الحرام المحض، قال: هو ما فيه صفة محرمة لا يشك فيها. قال إيه مثلا؟ كالشدة المطربة في الخمر، يعني الخمر المسكر، الشدة المطربة في الخمر، والنجاسة في البول. يعني الخمر محرمة ليه؟ علشان لأنها تخمر العقل،
فهي تخمرت حتى صارت لو شربها أحد لغاب عن الدنيا. اسمها الشدة المطربة، الشدة المطربة في الخمر، كالنجاسة في البول، يعني لا يشك في حرمتها. أو حصل بسبب نهي أو بسبب منهي عنه قطعا، يعني المال الذي أخذ عن طريق الربا أو عن طريق الظلم، أكل مال اليتيم مثلا ونظائره، هذا طبعا يعني المال المأخوذ من الربا أو المأخوذ من اليتامى ظلما لا يشك أحد، أو عن طريق السرقة مثلا، كل ده حرام مطلق صرف، يعني لا يشك في حرمته. قال فهذان طرفان ظاهران، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الحلال بين والحرام بين، حتى العلماء يقولوا انه الحيوان نفسه يعرف الحلال والحرام، يعني انت تشوف مثلا القطة مثلا او الكلب، لو اعطيته مثلا قطعة من اللحم اكلها بجوارك، لكن لما يجي يخطف يجري عشان عارف انه ده حرام وهو هيتضرب عشانه سبحان الله. فعشان ده شيء ظاهر، يعني ظاهر. قال ويلتحق بالحلال والحرام هما الطرفين ما تحقق أمره، ولكنه قال احتمل تغيره ولم يكن لذلك الاحتمال سبب يدل عليه. قال فإن صيد البر والبحر حلال، ومن أخذ ظبية يعني صاد غزالة فيحتمل أن يكون قد ملكها صياد ثم أفلتت منه، يعني في حلال لكن ممكن يتطرق إليه الشبهة. قال وكذلك السمك صيد البحر، قال يحتمل أن يكون قد الحوت مثلا انزلق من شبكة صياد وجاء عندك أنت، يعني بعد وقوعه في يده، بعد ما صاده في الشبكة خرج منها وراح عندك أنت، أنت صدته بالسنارة. ده عايز يقول إنه ده حلال لكن احتمال يتطرق إليه الشبهة. قال فمثل هذا الاحتمال لا يتطرق إلى ماء المطر المأخوذ من الهواء، ولكنه في معنى ماء المطر، يعني صيد البر وصيد البحر في معنى ماء المطر، لكن عايز يقول إنه فيه حلال لا تتطرق إليه شبهة وفي حلال تتطرق إليه الشبهة. قال ولكن الاحتراز من هذا وهم ووسواس، يعني ده اسم ورع الموسوسين، اللي هو مثلا يصيد حاجة مثلا من البر والأحسن تكون فلتت من واحد صادها وفلتت من واحد، وأنا خدت طبعا ده اسم ورع ورع الموسوسين، أو صاد حاجة من البحر ويقول احتمال يكون صاده صياد وأنا وفلت منه وأنا خدته، لكن طبعا ده اسم ورع الموسوسين. قال والاحتراز من هذا، يعني اللي هي الشبهة، أصل ده وهم، هذا وهم، والوهم طبعا لا حكم له في الشريعة. قال ولنسمي هذا الفن ورع الموسوسين، قال حتى تلتحق به أمثاله. قال وذلك لأن هذا وهم، وهم مجرد لا دلالة عليه، يعني إزاي أنت تشك في الغزالة دي أنها فلتت من صياد، مين يثبت هذا؟
او الحوت ده هرب من شبكة واحد وجاء عندك انت وصدته، كل ده طبعا وهم لا حقيقة له. قال هذا وهم مجرد لا دلالة عليه. نعم لو دل عليه دليل فإن كان قاطعا، كما لو وجد حلقة مثلا في أذن السمكة، يعني لقي طرف سنارة في أذن سمكة، ده ممكن يدل على أنها كانت يعني في يد صياد وفلتت منه، ممكن. أو لقي مثلا جرح في رقبة الغزال أو في ده، ممكن يكون برضو حد صادها وفلتت منه، أو ده دليل على أنها كانت كانت لغيره، كانت لغيره وأفلتت منه. قال كما لو وجد على الظبية جراحة، لكن يحتمل أن تكون يعني أن تكون قد صادها صياد يعني عن طريق كلب أو سبع مثلا، ويحتمل أن تكون علامة كي مثلا كانت عند واحد وكواه، يعني يحتمل كده ويحتمل كده. قال لا يقدر عليه إلا بعد الضبط، ويحتمل أن يكون جرحا. قال فهذا موضع الورع. قال وإذا انتفت الدلالة عليه من كل وجه فالاحتمال المعدوم دلالته كالاحتمال المعدوم في نفسه. يعني ما دام ما فيش دليل يبقى حتى الدليل الموهوم كعدمه يأخذ حكم العدم. قال ومن هذا الجنس من يستعير دارا فيغيب عنه المعير فيخرج ويقول لعله مات. يعني واحد استعار بيت من واحد يسكن فيه فسكن مدة والمعير مجاش، يروح هو خارج من الدار والأحسن يكون مات. طب حتى لو مات الورثة هيجوا ويستردوا العارية، لكن هو طبعا يخرج قبل ما يجوا الورثة. فهو يخرج علشان قال صارت حقا للوارث وهو خد من المورث. قال فهذا وسواس برضه، هذا المفروض تبقى معه العارية حتى يأتي صاحبها ويطالب بها إن كان المعير أو الوارث، إذ لم يدل على موته سبب قاطع أو مشكك، إذ الشبهة المحزورة ما تنشأ من الشك لا من الوهم. فاللي يجي من الوهم يبقى ورع الوسوسة، لكن الشك ده يبقى دليله قوي، مستوى الطرفين احتمل ويحتمل. قال والشك عبارة عن اعتقادين متقابلين نشأ عن سببين، فمن لا سبب له لا يثبت عقده في النفس حتى يساوي العقد المقابل له فيصير شكا. ولهذا نقول من صلى وشك هل صلى ثلاثا أو أربعا يبقى يبني على أنه صلى ثلاثا، عشان فيه مقابل لي ثلاثا أو أربعا، اثنين أو ثلاثة، يعني الشك لازم يكون له مقابل، لكن الوهم ملوش مقابل. قال إذ الأصل عدم الزيادة اللي هو البناء على اليقين يعني. قال ولو سئل إنسان أن صلاة الظهر التي أداها قبل هذا بعشر سنين كانت ثلاثا أو أربعا، قال لم يتحقق قطعا أنها أربعة. لو واحد رجع لورا وشك في صلاة، حتى العلماء يقولوا إن الشك بعد العبادة لا حكم له. يعني واحد صلى تمام العشاء أربعة وهو منفرد، يعني صلى وخرج ومشى، جاء الشيطان قال له أنت صليت ثلاثة ولا أربعة؟
الشك ده اللي هو يأتي للإنسان بعد أداء العبادة لا حكم له شرعا. يعني ما يرجعش يعيد الصلاة، ده باتفاق العلماء باتفاق الأئمة الأربعة أن الشك بعد أداء العبادة لا حكم له. يعني واحد بعد ما جاء من الحج يجي يقول أنت طفت 7 ولا 6، أنت رميت الجمار 5 ولا 7، وإيه يعني ولا حاجة مع السلام. ليه؟ لأنه ده شيطان عايز يفسد الإيه على الإنسان العبادة. إنما الشك اللي هو أثناء الطاعة أثناء العبادة له علاج، يبني على إيه؟ 3 ولا 4 يبقى 3، طفت 5 ولا 6 يبقى 5، ويطوف شوطين تاني وهكذا. لكن بعد ما خلص وراح السعي بين الصفا والمروة يقول يا ترى أنا طفت 6 ولا 7، ده لا حكم له. زي اللي يشك في عبادة مضت يعني لها 2 3 سنة 2 10، كل ده ايه يعني لا حكم له شرعا. بس هي زي ما تقول الشيء اللي ليه استدراك ممكن يستدرك. يعني مثلا واحد وجب عليه 2500 جنيه مثلا، معاه 100,000، فهو شك يا ترى أنا طلعت 2500 ولا 2300 أو 2400، يبقى دي لها تدارك، يسموها إمكان التدارك العلماء يقولوا. يبقى هنا يعني الشرع يقول له إيه يعني كمل على 2500، يعني 100 ادفع 100 أو 200، لأنه يمكن تدارك. لكن بعد ما جاء هنا وشك في الحج نقول له روح طلع جواز تاني وقدم في الجرعة وعيد الحج، مش معقول. فالماليات بالذات يعني لأنه لو هو مطلع الزكاة كاملة وشك وأخرج هتبقى صدق. يعني هو أيوة يخرج، يبقى هو يعني علشان يتمم الواجب بيقين، يتمم الواجب بيقين. وإذا كان تمم الواجب يبقى تبقى 100 جنيه اللي طلعها دي أو 200 صدق، مش هتروح بعيد يعني. قال ويلتحق بالحرام المحض ما تحقق تحريمه وإن أمكن طريان محلل أو محلل، ولكنه لم يدل عليه سبب، كمن في يده طعام لمورثه الذي لا وارث له سواه، فغاب عنه فقال يحتمل أنه مات وقد انتقل الملك إلي فآكله. يعني في حاجات محرمة ويمكن أن يأتي سبب محلل ليها زي طعام الوارث ده. قال كمان في يده طعام لصاحبه اللي هو المورث، وهو ما لهش وارث إلا هو، لا وارث له إلا هو، فغاب عنه المورث اللي هو صاحب الطعام فقال يحتمل أنه مات وقد انتقل الملك إليه.
يعني واحد واخوه مثلا، ماليش وارث الا هذا الاخ، ومعه مال او معه طعام لصاحبه لاخيه، فغاب هذا الاخ او عنده المال او عنده الطعام، فلما غاب عليه قال ما انا الوارث طبيعي، يبقى انا هاكل اللي هاكل هذا المال ان كنت وارث دين وارث. فقال الاقدام على هذا حرام، لانه لازم ينتقل اليه الملك بيقين، لازم ينتقل اليه الملك بيقين. الشيخ هنا بيقول لابو حامد بيقول فاقدامه عليه اقدام على حرام محض، لانه احتمال لا مستند له، لانه ما يعرفش هل مات او لا، يعني ممكن يكون ميت ممكن ما يكونش ميت، يكون حي. قال فلا ينبغي ان يعد هذا النمط من اقسام الشبهات، وانما الشبهه نعني به ما اشتبه علينا امره بان تعارض لنا فيه اعتقادان صدر عن سببين مقتضيين للاعتقاد. قال ومسارات الشبهة خمسة، يعني عايز يقول ان الشبهات لابد فيها من سببين، يعني سببين متوازيين. واحنا ضربنا مثل امبارح في درس الفقه بالحيوان المنفوذ المقاتل، عند المالكية قالوا ان الزكاة لا تعمل فيه ولا يؤكل، والشافعية قالوا بجواز أكله لوجود الحياة فيه. احنا عندنا هذا ميت حكما يلتحق بالميتة، والشافعية قالوا لا، ما دام الحياة موجودة فيه حتى وإن انقطع نخاعه أو مثلا انتسرت بطنه واحنا ذبحناه وهو ما زال بيتحرك، عندهم يؤكل وتعمل فيه الزكاة. اهو ده مثال للشبهة اللي هم عرفوها العلماء، اللي هو ما اكتنفه دليلان او ما اكتنفها دليلان بالحل والحرمة. يبقى هنا الورع يترك مثل هذا، يتركه، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ أهل دينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. يبقى هنا في سببين، سبب محلل وسبب محرم، والشبهة بينهم. هنا هيتكلم عن مسارات الشبهة. مسارات الشبهة خمسة. المسار الأول قال الشك في السبب المحلل والمحرم، هو المثال اللي احنا ذكرناه هو نفس الحال. قال وذلك لا يخلو إما أن يكون متعادلا أو غلب أحد الاحتمالين، فإن تعادل الاحتمالان كان الحكم لما عرف قبله فيستصحب ولا يترك بالشك، وإن غلب أحد الاحتمالين عليه بأن صدر عن دلالة معتبرة كان الحكم للغالب، ولا يتبين هذا إلا بالأمثال والشواهد. والشيخ طبعا قال فلنقسمه إلى أقسام أربعة. القسم الأول أن يكون التحريم معلوما من قبل ثم يقع الشك في المحلل، السبب المحلل، فهذه شبهة يجب اجتنابها ويحرم الإقدام عليها. قال مثاله
أن يرمي إلى صيد فيجرح، يعني يضرب الصيد بالمعراض أو بالرصاص أو بالسهم فيجرح فيقع في الماء فيصادفه ميتا ولا يدري أنه مات بالغرق أو مات بالصيد الجرح. قال فهذا حرام. قال ليه؟ قال لأن الأصل التحريم، لأن الحيوان لو غرق في المية يبقى إيه؟ ميتة، يبقى ميتة. والسبب اللي هو المحلل الصيد، لكن الأصل فيه التحريم، الأصل فيه الغرق، الأصل فيه الغرق، والغرق يبقى ميت، الغريق ميت. قال لأن الأصل التحريم إلا إذا مات بطريق معين، وقد وقع الشك في الطريق فلا يترك اليقين بالشك كما في الأحداث والنجاسات وركعات الصلاة وغيرها. وعلى هذا يتنزل قوله صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم، عدي بن حاتم كان صيادا، قال لا تأكله فلعله قتله غير كلبك. يعني لما سأل سيدنا عدي بن حاتم عن أنه وجد صيدا، وجد صيدا مصادا، فعايز يقول له وشك هل قتله كلبه، كلب عدي أو كلب غيره، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تأكله فلعله قتله كلب غيرك، يعني كلب غير كلبك، وكلب غير كلبك ما نعرفش هل هو كلب صيد أو كلب عادي عدا على الحيوان فقتله. فده طبعا يبقى كده إيه، رجعنا هنا للأصل، الأصل إنه الصيد اللي هو أو الحيوان اللي وجد مجروحا ميتا أصله ميتا، لأنه مش متحققين من السبب المحلل، مش متحققين من السبب المحلل وهو الصيد. يبقى هنرجع للأصل زي ما رجعنا في الغريق إلى أنه ميت، ما نعرفش إحنا إيه الصيد، مات قبل ما ينزل أو مات بعد ما نزل، ما نعرفش. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه لعدي بن حاتم لا تأكله، أي الصيد، ليه؟ ربما يكون كلب غير معلم هو الذي قتله. فلذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا أتي بشيء اشتبه عليه أنه صدقة أو هدية سأل عنه حتى يعلم أيهما هو. لما جاله سيدنا سلمان الفارسي عشان يعرف منه علامات النبوة، قال جئت إليه بصدقة، فقال أهدية أم صدقة؟ قال بل صدقة. قال إن معاشر الأنبياء لا نأكل الصدقة، نحن معاشر الأنبياء لا نأكل الصدقة. قال فأتيته في اليوم الثاني بهدية طعام، فقال أصدقة أم هدية؟ قلت هدية، فأكل. قال فعلمت أنه نبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان لما يشتبه عليه شيء يسأل، يقول أصدقة أم إيه أم هدية. ولذلك لما وجد تمرة ساقطة قال لولا أعلم أنها من الصدقة لأكلتها صلى الله عليه وسلم، لولا أعلم أنها من الصدقة لأكلته، وعارف أن التمرة دي من الصدقة.
وذلك هو لا يأكل الصدقة صلى الله عليه وسلم. وده حديث في البخاري اللي كان إذا أتي بشيء اشتبه عليه أنه صدق أو هبة يسأل عنه، كما يقول سيدنا أبو هريرة. وروي أنه صلى الله عليه وسلم أرق ليلة فقال له بعض نسائه: أرقت يا رسول الله؟ يعني لم ينم في هذه الليلة. فقال: أجل، وجدت تمرة فخشيت أن تكون من الصدقة. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي بإسناد حسن، أنه أرق ليلة فقال له بعض نسائه: أرقت يا رسول الله؟ فقال: أجل، وجدت تمرة فأكلتها فخشيت أن تكون من الصدقة. يعني خشيت أن تكون من الصدقة، ولذلك حصل عنده أرق صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك ما روي عن بعضهم أنه قال: كنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصابنا الجوع، فنزلنا منزلا كثير الضباب، فبينما القدور تغلي بها إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمة مسخت من بني إسرائيل، أخشى أن تكون هذه. قال: فأكفأنا القدور. ثم أعلمه الله بعد ذلك أنه لم يمسخ خلقا فجعل له نسلا. وكان امتناعه أولا لأن الأصل عدم الحل، وشك في كون الذبح محللا. وهذا الحديث رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث ثابت بن زيد مع اختلاف. قال البخاري: وحديث ثابت أصح. يعني هم كانوا في سفر، نزلوا أرض فيها ضباب، جمع ضب. الضب ده حيوان يشبه البرص بس كبير، وكانت العرب تأكله، لكن هو لم يكن في مكة، لأنه لما قدم له مشويا كما في حديث البخاري في حديث إن خالد بن الوليد لما قدم له قال: إنا بأرض لا نأكله، فأرى نفسي تعافه صلى الله عليه وسلم. فقال له سيدنا خالد: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لا. قال: فاجتره خالد وأكله عشان مشوي مشوي وحلال، ما دام حلال يبقى. فالنبي صلى الله عليه وسلم طبعا لما الإنسان يكون في حاجة مش واخد عليها في الأكل ما يقدرش طبعا يأكلها، النفس تعافها. لكن سيدنا خالد أكل. المهم ففي هنا الحديث ده يقول طبعا كانوا بيسووا الضباب دي بتغلي، يعني قال: فبينما القدور تغلي، قال: إن أمة، بيبين أصل الضب، يعني أمة مسخت من بني إسرائيل وأخشى أن تكون هذه. طبعا الممسوخ يعني كان إنسانا ومسخ، هذه معناه. قال: فأكفأنا القدور، يعني زي ما نقول اتخلصنا من مما في القدور من الشوربة والدباب، وإن خلاص هنأكل بني آدمين،
الصحابة رضي الله عنهم كفأوا القدور ومشوا. قال ثم أعلمه الله تعالى أن الله لم يمسخ خلقا فجعل له نسلا. يعني دايما الممسوخ إن كان قرد أو ضب أو أي حيوان يعني لا يتناسل. يعني الممسوخ ده البني آدم الممسوخ إن كان قرد أو ضب يموت ولكن لا يتناسل، يفضل يعني يكبر كده لغاية إيه؟ حتى لو حصل تزاوج لكن ما يحصلش إيه؟ تكاثر ولا ولادة. فطبعا امتنع صلى الله عليه وسلم عن أكل الضب ومنع أصحابه لأن الأصل عدم الحل، لأن إذا كان ممسوخ وأصله إنسان يبقى لا يجوز أكله، حتى وإن كان ضب تحول إلى ضب لكن أصله إيه؟ إنسان، والإنسان لا يحل أكله. فرجع للأصل، رجع للأصل وشك هل الذبح محلل أو لا. يبقى إذا شككنا في السبب المحلل يبقى يجب على الإنسان إيه؟ أن يتورع عن أكل هذا الشيء. قال القسم الثاني أن يعرف الحل ويشك في المحرم. فالأصل الحل وله الحكم، يعني ما دام الشيء أصله حلال يبقى يجوز فعله. بعدين الشك في السبب المحرم عكس المسألة ديك، المسألة ديك أصلها إيه؟ الحرام، وشك في المحلل. بل كما إذا نكح امرأتين رجلان، يعني رجلان نكح امرأتين وطار طائر فقال أحدهما إن كان هذا غرابا فامرأتي طالق، وقال الآخر إن لم يكن غرابا فامرأتي طالق، والتبس أمر الطائر. طبعا الطائر مشى، يعني لم يتحقق كونه إيه؟ غرابا أو غير غراب. ما واحد قال إن كان هذا غراب فامرأتي طالق، واحد الثاني قال إن لم يكن هذا غرابا فامرأتي إيه؟ طالق. يبقى إذن امرأة أحدهما إيه؟ ما هو يا إما ده غراب يا إما غير غراب، ما فيش وسط. فامرأة أحدهما إيه؟ طالقة. قال والتبس أمر الطائر. قال فلا يقضى بالتحريم في واحدة منهما ولا يلزمهما اجتنابهما، ولكن الورع اجتنابهما وتطليقهما، عشان مش عارفين مين الصادق، يعني من الذي تحقق قوله، اللي قال مش غراب أو اللي قال غراب، لأن الطائر ما نزلش الأرض حتى نعرف أنه غراب أو غير غراب. ولو نزل الأرض يبقى هنشوف مين اللي قال غراب ومين اللي ما قالش غراب عشان نحكم بطلاق إيه؟ امرأته. لكن غاب الطائر ولم نعرف هل هو غراب أو لا. فهنا قال الورع إنه الاثنين يطلقوا ويجتنبوا هذا خلاص، لأنه في واحد فيهم امرأته طالق والثاني امرأته غير طالق. قال لكن الورع اجتنابهما وتطليقهما حتى يحل لسائر الأزواج. قال وقد أمر مكحول
مكحول ده تلميذ ابن عباس، أمر مكحول بالاجتناب في هذه المسألة، وأفتى الشعبي بالاجتناب. في رجلين كان قد تنازعا، فقال أحدهما للآخر أنت حسود، فقال الآخر أحسدنا زوجته طالق ثلاثا. واحد قال للثاني أنت حسود، فواحد قال له إيه أحسدنا أي أشدنا حسدا زوجته طالق ثلاثا، فقال الآخر نعم. وأشكل الأمر، طبعا ما نقدرش نميز إحنا مين الحسد، ده أمر قلبي، ما نعرفش إحنا إيه مين اللي أشد حسد من التاني، ما نعرفش، الله أعلم، ده شيء لا يعلمه إلا الله. قال وهذا إن أراد به اجتناب الورع فصحيح، وإن أراد التحريم المحقق فلا وجه له. لكن الإماء يعني الشعبي برضو ده من التابعين قال أفتى بالاجتناب، أن يجتنب كل منهما امرأته ويطلقها، لأنه قال يعني أحسدنا امرأته طالق ثلاثا، والثاني قال نعم، يبقى واحد فيهم طبعا واقع عليه الإيه الأمر هنا الورع أنه إيه يجتنب، لأنه هنا الشك في السبب المحرم. ودايما العلماء رضي الله عنهم كانوا يعني يشددون في الفروج، الشيخ الدردير رضي الله عنه يقول لك والاحتياط في الفروج واجب، الاحتياط في الفروج واجب، ليه؟ لأنه ممكن يطلقها ويتزوج بغيرها، لكن ممكن أصل يحتمل أن يعيش في الزنا، وده أمر طبعا شبهة صعبة، يبقى هنا ولذلك مكحول والإمام الشعبي أفتيا بإيه؟ بالاجتناب، كل واحد يجتنب امرأته ويطلقها يعني ويبتعد. فده اسمه اجتناب الورع، اجتناب الورع، لكن ما حدش يقدر، ما فيش قاضي يحكم او مفتي يحكم بوجوب الطلاق على الاثنين، ما يقدرش، قالوا لان اليقين لا يزول بالشك، قاعده عند العلماء، اليقين لا يزول بالشك. قال فإن قلت وأي مناسبة بين هذا وبين ذلك، اللي هو بيقول يعني يعني هو بيقول في مسألة أحسدنا امرأته طالق، قال إن أراد التحريم المطلق فلا وجه له، إذ ثبت في المياه والنجاسات والأحداث في الصلوات أن اليقين لا يجب تركه بالشك، وهذا في معناه. أنا عايز أقول إن المسألة إذا كانت مبنية على الورع يبقى يجب الاجتناب، يجب إيه؟ يجب الاجتناب.
بيقول انه في المساله اللي احنا معانا دي بتاعت الحسودين، بيقول اذا اراد اجتناب الورع هذا صحيح، عشان الشك في السبب المحرم، لكن ان اراد تحقيق التحريم المطلق فلا وجه له، لانه في قاعده عندنا حتى في المياه وفي حصول الحدث في الوضوء، اللي هو يكون متيقن من الوضوء وشك في الحدث. فهنا بيقول عند غير المالكية، طبعا هذا الكلام عند غير المالكية اليقين لا يزول بالشك. احنا عندنا الشك من ضمن نواقض الوضوء، يعني لو واحد متيقن من الوضوء وشك هل خرج منه حدث او لا، يبقى ده ايه؟ يجب عليه الوضوء. لكن عند جمهور العلماء في الفتوى انه اليقين لا يزول بالشك. قال وهذا في معناه. قل فان قلت في اي مناسبه بين هذا وبين ذلك، قال فاعلم انه لا يحتاج الى المناسبه، فانه لازم من غير ذلك في بعض الصور، فانه مهما تيقن طهاره الماء ثم شك في نجاسته جاز له ان يتوضا به. في مساله العبادات يعني عارف انه الميه دي طاهره، الميه طاهره، ثم شك هل يعني سقطت فيها نجاسة أو لا، فلو توضأ منها صح وضوءه. قال فكيف لا يجوز له أن يشربه، يعني إذا جاز له منه الوضوء يبقى جاز له منه إيه؟ الشرب. قال وإذا جوز الشرب فقد سلم أن اليقين لا يزال بالشك. قال إلا أنها هنا دقيقة، وهو أن وزان الماء أن يشك في أنه طلق زوجته أم لا، فيقال الأصل أنه ما طلق، الأصل عدم الطلاق، ووزان مسألة الطائر أن يتحقق نجاسة أحد الإناءين ويشتبه عينه، فلا يجوز أن يستعمل أحدهما بغير اجتهاد، لأنه قابل يقين النجاسة بيقين الطهارة فيبطل الاستصحاب. فكذلك ها هنا قد وقع الطلاق على إحدى الزوجتين قطعا، والتبس بين المطلقة بغير المطلقة، يعني هو بيوازن مسألة الايه، طلاق المرأة المشكوك في طلاقها، اللي هي أحسدنا امرأته طالق ثلاثا. وكذلك الرجلان اللي هم قالوا ايه، إن كان هذا غرابا فامرأة، قال إن كان هذا غير غراب فامرأة ايه طالق، يبقى برضو ايه أحدهما امرأته ايه طالق. فبيقول انه لو شك في طهارة الماء توضأ وصلى وجاز له الشرب منه، لأن اليقين لا يزول ايه بالشك. كذلك إذا تحقق أن أحد الإناءين يعني فيه نجاسة، إناء وإناء، واحد طاهر واحد ايه وشاكك بين الإناءين، لكن هنا عاد يجتهد في المياه، يجتهد لأن الماء معروف إنه أن الماء طهور، يعني لا إذا تغير باللون أو الطعم أو الرائحة يبقى تحققنا إيه من النجاسة. الماء طهور ما لم يخالطه شيء يغير لونه أو طعمه أو ريحه، فهو يجتهد عاد هنا، يجتهد
ممكن ايه يشوف بيده كده يعرف اللون، ممكن بايه بالفم يعرف الطعم، ممكن بالشم يعرف الرائحة. هنا يمكن الاجتهاد. قال فلا يجوز أن يستعمل أحدهما بغير اجتهاد، لأنه قابل يقين النجاسة بيقين الطهارة فيبطل الاستصحاب. لكن لو اجتهد واستعمل أحدهما فوضوءه إيه؟ صحيح. قال فكذلك ها هنا، لأنه ممكن نقول لواحد امرأتك أنت اللي طالق ما تكونش هي الطالق، ممكن نقول امرأتك غير طالق يكون هي الطالق، ما نعرفش. زي الإناءين اللي بهما إيه؟ بأحدهما نجاسة ولا نعرف. قال فكذلك ها هنا قد وقع الطلاق على إحدى الزوجتين قطعا والتبس عين المطلقة بغير المطلق وحصل الشك. قال فنقول اختلف أصحاب الشافعي في الإناءين على ثلاثة أوجه، فقال قوم يستصحب بغير اجتهاد، وقال قوم بعد حصول يقين النجاسة في مقابلة يقين الطهارة يجب الاجتناب ولا يغني الاجتهاد، وقال المقتصدون يجتهد وهو الصحيح. قال القسم الثالث أن يكون الأصل التحريم، ولكن طرأ ما أوجب تحليله بظن غالب فهو مشكوك فيه والغالب حله. قال فهذا ينظر فيه، فإن استند غلبة الظن إلى سبب معتبر شرعا فالذي نختاره فيه أنه يحل واجتنابه من الورع. يعني في القسم ده الأصل التحريم، ولكن السبب المحلل على سبيل الظن لا على سبيل اليقين. في الماضي كان السبب المحلل على يقين، لكن هنا الأوجه السبب المحلل بالظن الغالب. قال فهو مشكوك فيه في السبب يعني والغالب حله. قال فهذا ينظر فيه، فإن استندت غلبة الظن إلى سبب معتبر شرعا فالذي نختاره فيه أنه يحل واجتنابه الورع. مثاله قال أن يرمي إلى صيد، الصياد يرمي صيدا فيغيب الصيد، قال ثم يدركه ميتا، وجد الصيد ميتا وليس عليه أثر سوى سهمه. قال ولكن يحتمل أنه مات بسقطة، يعني مات لما وقع، أثر السهم موجود فيه. احنا قلنا انه لو الإنسان أدرك الطائر المصاد حيا يجب عليه أن يذبحه لازم، لكن هو طبعا الصيد زي ما يقول حمل بالسهم أو حمل بالرصاص ومشى، لكن لقيه بعد كده ميت
وعليها اثر الايه الرصاص او السهم، يعني عارف ان الصيد ده بتاعه، لكن يحتمل ان هو مات بسبب الخبطه الصدمه في الارض، او مات بسبب اخر زي ما قال الشيخ الدردين بالهوام مثلا، يعني لدغته عقرب او ثعبان فمات، يحتمل. قال فان ظهر عليه اثر صدمه او جراحه اخرى، قال التحق بالقسم الاول، يبقى ايه خلاص. يعني لو لقينا مثلا يعني سبب الصدمه اصطدم بالارض فاثرت في راسه مثلا، يبقى في الحاله دي ايه، يبقى مات بالصدمه ولم يمت بالسهم بالصيد يعني. قال وقد اختلف قول الشافعي رحمه الله في هذا القسم، والمختار انه حلال، لان الجرح اللي هو جرح الصيد في ظاهر، قال سبب ظاهر وقد تحقق، اللي هو الاصل الصيد هو اصلا حلال، السبب الطارئ عليه هو ده اللي فيه الشك. قال والاصل انه لم يطرأ غيره عليه، قال فطريانه مشكوك فيه، فلا يدفع اليقين بشك على قاعدته. احنا عندنا في المالكية لو الطير غاب عننا والجناه ما ناكلوش، لان الشيخ الدردير قال الاحتمال يكون مات بالصدمة او مات بالهوام، قال حتى ولو كان اثر الصيد فيه، عشان احنا عندنا برضو ايه الشك اليقين يزول بالشك، يعني خلاص ما دام شككنا في الشيء لا ناكل. لكن عند الامام الشافعي افتى بالحل، قال لان اليقين لا يزول بالشك، احنا عندنا السبب المبيح وهو الصيد وظاهر فيه، لكن كونه مثلا مات بشيء اخر الله اعلم، يبقى هنا ظن، السبب المحرم مظنون، لكن السبب المحلل يقيني، سبب يقيني، يبقى اليقين لا يزول بالشك. لكن على اي حال هو في مذهب المالكيه برضه لا يؤكل عندنا، وعند الامام الشافعي قال فالورع اجتنابه. الورع اجتنابه لانه لتعارض الايه الدليلين، هذا الشبهه دي اللي نقول احنا بين. فإن قيل فقد قال ابن عباس كل ما أصميت ودع ما أنميت، كل ما أصميت ودع ما أنميت، يعني الذي تتيقن أنك قتلته بصيدك فكله، أما الذي يعني شككت فيه فلا تأكله. وروت السيدة عائشة رضي الله عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم بأرنب، فقال رميتي عرفت فيها سهمي، فقال أصميت أو أنميت؟ قال بل أنميت. قال إن الليل خلق من خلق الله لا يقدر أو لا يقدر قدره إلا الذي خلقه، فلعله أعان على قتله شيء. والحديث
رواه موسى بن أبي عائشة عن أبي رزين قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصيد فقال إني رميته من الليل فأعياني ووجدت سهمي فيه من الغد وعرفت سهمي فقال الليل خلق من خلق الله عظيم لعله أعانك عليه شيء. رواه أبو داود في المراسيل. والبيهقي وقال أبو رزين اسمه مسعود والحديث مرسل كما قال البخاري. يعني عايز يقول إيه؟ إنه الصيد كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصيد مشكوك فيه، مدام أنت مش عارف إنك أنت قتلته يبقى لا تأكل، كل ما أصميت ودع ماء مي، لأنه ممكن يكون بيت الليل فقتله شيء آخر من الهوام مثلا، يبقى كده إيه؟ عايز يقول إنه الحديث مقتضى الحديث يوافق رأي المالكية، إنه ما دام شك في الصيد هل قتل بالسهم مات بالسهم أو مات بسبب آخر يبقى يترك للشك في المبيح، في السبب المبيح. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم في كلبه المعلم إن أكل فلا تأكل فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه. والغالب أن الكلب المعلم لا يسيء خلقه ولا يمسك إلا على صاحبه، ومع ذلك نهى عنه. يعني النبي عليه الصلاة والسلام عايز يقول عدي إذا أكل الكلب، يعني الكلب أمسك الصيد وقعد يأكل فيه، فقال لعدي إيه؟ إذا أكل الكلب، لأن القرآن قال فكلوا مما أمسكنا عليكم، يعني الكلب بس يمسك الصيد ويأتي به إلى إيه؟ إلى صاحبه. لكن هو النبي صلى الله عليه وسلم قال له فإن أكل فلا تأكل، قال فإني أخاف أن يكون إنما أمسك لنفسه، مش بقصد الإيه الصيد، يعني مش عشان صاحبه. مع إنه الغالب إنه الكلب المعلم قال لا يسيء خلقه، يعني في الغالب إن هو وفي يمسك لصاحبه زي ما هو معلمه. قال وهذا التحقيق وهو أن الحل إنما يتحقق إذا تحقق تمام السبب، وتمام السبب بأن يفضي إلى الموت سليما من طريان غيره عليه، وقد شك فيه فهو شك في تمام السبب حتى اشتبه أن موته على الحل أو على الحرمة، فلا يكون هذا في معنى ما تحقق موته على الحل في ساحته في ساعته ثم شك فيما يطرأ عليه. يعني عايز يقول إن برضو دي حجة المالكية، الكلام ده لحجة المالكية، إنه ظواهر الأحاديث تقول إن الشيء إذا تحقق صيده ولكن شك في سبب موته هل من الصيد أو من غيره لا يؤكل. الإمام الشافعي قال إيه يؤكل، هو طرح الشبهة الإمام أبو حامد وهيجاوب عليه، يعني يقول فالجواب أن نهي ابن عباس ونهي رسول الله صلى الله عليه وسلم محمول على الورع والتنزيه، محمول على الورع والتنزيه، لكن عايز يقول أن الأصل يجوز أن يؤكل، لأنه هنا تيقن من الصيد والسبب المحلل ولكن شككنا في غيره، واليقين لا يزول بالشك، لكن ظواهر الأحاديث يعني مع المالكية في هذه المسألة، يعني بدليل ما روي في بعض الروايات أنه قال كل منه وإن غاب عنك ما لم تجد فيه أثرا غير سهمك، وهذا تنبيه على المعنى الذي ذكرناه الشافعية. يعني
عايز اقول ايه؟ كل من الصيد ما لم تجد فيه اثرا غير سهمك. يعني لو لقيت حاجه غير علامه الكلب المعلم بتاعك يبقى اترك عاد خلاص، لانه كده اجتمع سببان متوازيان. يعني هل هو الكلب المعلم ولا الكلب غير المعلم؟ او في اثر تاني، اثر صدمه او جارح من الجوارح قتله ممكن. فاحنا ما نعرفش عاد هل قتله الكلب المعلم الصائد ولا قتله شيء غير صائد. فبيقول انه يعني جواب النبي عليه الصلاه والسلام لعدي وسيدنا وكذلك ابن عباس ده على سبيل التنزيه والورع. قال: وأما قوله صلى الله عليه وسلم أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه، يعني الكلب، فللشافعي رحمه الله في هذه الصورة قولان، والذي نختاره الحكم بالتحريم. يبقى رجع لكلام الإمام مالك في هذا القول، يعني والذي نختاره الحكم بالتحريم، لأن السبب قد تعارض، إذ الكلب المعلم كالآلة والوكيل، يمسك على صاحبه فيحل، ولو استرسل المعلم بنفسه فأخذ لنفسه أن لم يحل، لأنه يتصور منه أن يصيد لنفسه الكلب. يعني لو هو جعان وأرسل صاحبه ممكن يمسك لجوعه عشان يأكل هو. ومهما انبعثت إشارته ثم أكل دل ابتداء على انبعاثه على أنه نازل، طبعا منزلة آلته، وأنه يسعى في وكالته ونيابته. بعد كده القسم الرابع، أن يكون الحل معلوما ولكن يغلب على الظن طريان محرم معتبر في غلبة الظن شرعا، فيرفع الاستصحاب ويقضى بالتحريم. قال: إذا بان لنا أن الاستصحاب ضعيف ولا يبقى له حكم مع غالب الظن. قال: ومثاله أن يؤدي اجتهاده إلى نجاسة أحد الإناءين بالاعتماد على علامة معينة توجب غلبة الظن فتوجب تحريم شربه كما أوجبت منع الوضوء به. يعني واحد شك في إناءين في أحدهما نجاسة، ثم تحقق أو ظن غالبا أن أحد الإناءين نجس، يبقى هنا إيه الورع؟ أن يتركه وجوبا. يعني قال: فوجب تحريم شربه كما وجب عدم الوضوء منه، لأنه في علامة تدل على النجاسة، يعني غالبة من الطعم أو اللون أو الرائحة، كما أوجبت منع الوضوء به، لأن هو اجتهد فأداه الاجتهاد إلى تحديد الإناء اللي فيه النجاسة، يبقى يمنع منه الوضوء ويمنع منه الشرب. قال: وكذا إذا قال
إن قتل زيد عمرا أو قتل زيد صيدا منفردا بقتله فامرأتي طالب. قال فجرحه وغاب عنه فوجد ميتا حرمت زوجته لأنه الظاهر أنه منفرد بقتله. يعني واحد قال إيه؟ إن قتل زيد صيدا منفردا بقتله، يعني هو عايز يقول إنه زيد ده إيه جبان ما يقدرش يقتل، فقتل ضرب الصيد يعني جرحه وغاب عنه، قال فوجد ميتا، قال تحرم عليه زوجته، تحرم عليه، قال لأنه الظاهر أنه منفرد بقتله. وقد نص الشافعي رحمه الله أن من وجد في الغدران ماء متغيرا احتمل أن يكون تغيره بطول المكس أو بالنجاسة فيستعمله. قال ولو رأى ظبية بالت فيه ثم وجده متغيرا، واحتمل أن يكون بالبول أو بطول المكس لم يجز استعماله إذ صار البول المشاهد دلالة غالبة لاحتمال النجاسة. يعني وجد ماء الغدران اللي هي زي ما تقول يعني زي الحفرة اللي تجمع فيها ايه الماء، قال فإذا رأى ظبية بالت في هذا الماء ثم طال الزمن وجاء فوجد الماء متغيرا، وجد الماء متغيرا، فهنا الماء طبعا اللي هو يكون في الحفرة بطول المكس يتغير، ويتغير بنفس الوقت بإيه؟ بالبول. بس هو عنده طبعا الإمام الشافعي عنده إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبسا، طبعا القلة دي حوالي 113 كيلو، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبسا. احنا عندنا الماء القليل البول القليل او النجاسة القليلة لا تؤثر في الماء الكثير، معروف طبعا لانه لا تغير لونها ولا طعمه ولا ريحه، لكن هو عنده لو الماء اقل من 200 كيلو تؤثر فيه النجاسة، يعني لازم يعدي القلتين، القلتين دول حوالي 230 كيلو، 230 كيلو ده ما يقرب من برميل، مش كده يعني يا دوب البرميل ايه 230 كيلو تقريبا، لكن عندنا احنا مثلا لو البرميل الكبير ده لو واحد بال فيه او اتنين ما يأثروش فيه. فالحديث طبعا الماء طهور ما لم يخالطه شيء يغير لونه أو طعمه، أو دي القاعدة عندنا. فهو عنده هنا إذا شك يعني في هذا أو في هذا قال هنا ما يتوضاش منه، لأنه احنا شايفين البول هو يقول يعني رأى الغزال مثلا أو بالت فيه، يبقى كده إيه الغالب ان التغير ده من البول المتيقن، لكن طول المكس ده الله اعلم، يعني ما نعرفش مدة الزمن، المية دي لها شهر شهرين 15 يوم الله اعلم. ونقف عند المسار الثاني للشبهة، ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا.
أن يرزقنا علما وعملا، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله، وأولئك هم أولو الألباب.